سمعت أن ثلاثة من المسلسلات الهندية التي تعرض في الوطن العربي سيتم توقيفها. لماذا المسلسلات الهندية سيتم إيقافها؟ حاليا تروج على المواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن أشهر المسلسلات الهندية التي تعرض على المنصات العربية حاليا سيتم توقيفها لأسباب تم نشرها على بضع صفحات على الفيسبوك، مفادها أن مسلسل الرابطة سيتم توقيفه لجمود الأحداث وسوء التصوير ومروره بفترة أزمة في الهند، مما أثر على جودة التصوير والقصة والحوار والإنتاج، إلى جانب انخفاض نسبة المشاهدة موسمه الثالث الأخير على الشاشة العربية، مما جعله معرضة للخطر الإيقاف، خصوصا مع بحث قناة زي ألوان على مسلسلات جديدة تزامنا مع عرضها على القنوات الرسمية في الهند. مسلسل هندي حياة قلبي، والذي واجهه مشاكل في تغيير أصوات الكثير من المدبلجين في مراحله الأخيرة، إلى جانب انخفاض نسبة مشاهدته كلما استمر العرض لأطول فترة، وأيضا بسبب تغيير ممثل دور كاران روترا. مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله، والذي يتشابه كثيرا في أسباب طرح فكرة إيقافه مع حياة قلبي، وبسبب خروج إطار قصته عن آبهي وبارجية، عوضا عن اختيار قناة نهاية لقصتهما في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع. ويبقى كل هذا الكلام مجرد تكهنات حول سبب إيقافهم الحقيقي على المنصات العربية، ولكن حسب رأينا الشخصي نتوقع وبشدة أن الإيقاف هذه المسلسلات سيكون بسبب حلول شهر رمضان الكريم. ومثل كل سنة يتم إيقاف المسلسلات الهندية المعروضة واستئناف عرضها بعد العيد مباشرة. أخبروني في التعاليق ما رأيكم، ما هو السبب الحقيقي وراء إيقاف المسلسلات؟ وإن كنتم من عشاق دراما الهندية ومن متابعينها، فلا تنسوا انضمام إلى عائلتنا دراما هندي تجمعنا بالاشتراك في القناة، حتى تكونوا دائما من السباقين في معرفة آخر أخبار عالم بوليوود. وشاركونا برأيكم وأسئلتكم المتميزة على الانستغرام دراما هندي، وإلى التفاصيل.